سيطرت قوات الجيش اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة على مخزن أسلحة وصواريخ وألغام خلال عمليات تمشيط للمنطقة. وقال مدير أمن صعدة العميد خالد الخلالسي إن قوات الجيش نفذت عمليات تمشيط في المناطق المحررة وعثرت على مخزن أسلحة وصواريخ وألغام متعددة الأغراض تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستخدمها في عملياتها ضد قوات الجيش وسكان تلك المناطق. وللمزيد من المتابعة لآخر التطورات ينضم إلينا الآن من الخوخة مراسلنا ياسين الرضوان. إليك ياسين. نعم داليا، الميليشيات الحوثية تتلقى ضربات قاسية في جسدها خاصة بعد الاقتراب من كيلو 16 وفي جبهة يعني الدريهمي بعد السيطرة وعلى تطهير بعض المناطق فيما بعد جبهة الدريهمي باتجاه كيلو 16، منها الزعفران وكذلك الجريبة والمشروع الأبقار الذي يعد هذه المناطق مناطق قريبة من كيلو 16، وبذلك يتم تهديد الخط الرئيس الذي ينقل إمدادات الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه الحديدة، وتصبح الميليشيات الحوثية في كماشة من كل الاتجاهات، ويؤسس هذا لعملية عسكرية قادمة تكون مرتقبة في أي لحظة من الأيام القادمة باتجاه الحديدة وانتزاع مينائها وكذلك السيطرة على أهم ميناء استراتيجي بالنسبة للميليشيات الحوثية، حيث تدخل من هذا الميناء ما يقارب 80% من المساعدات ومن المؤنة التي تستخدمها الميليشيات في الحرب في جميع الجبهات المختلفة. أيضا في هذه العمليات المتصاعدة والعسكرية قتل أكثر من يعني قتل العشرات من الميليشيات الحوثية وجرح كذلك العشرات من الميليشيات الحوثية، فيما تم أسر العديد من الميليشيات الحوثية بينهم قيادات من يعني من الميليشيات الحوثية، وقد أعلنت قوات المقاومة بأنها ستعلن في الوقت المناسب عن أسماء تلك القيادات التي قتلت والتي أسرت ويتم الاحتفاظ بها، بينما تم يعني كما أعلنت عنه قوة المقاومة بأنه تم اغتنام والاستيلاء على أسلحة الميليشيات منها المتوسطة والخفيفة في هذه المعارك الضاربة التي تم توجيهها واستغلالها بعد فشل المفاوضات في جنيف. لكن قوات التحالف وقوة المقاومة هذه المرة بدأت تتقدم وكانت تعرف أن نتيجة مسبقة، ولذلك كانت هذه العمليات بالنسبة للميليشيات عمليات مباقتة ومباغتة، وهذه أيضا أسندت هذه العمليات من قبل طيران التحالف العربي الذي كان يحلق بشكل كثيف في الساعات السابقة، حيث شن ما يقارب من أكثر من 15 غارة باتجاه مديريتي الحالي وكذلك مديرية المنيرة، وهنالك تم استهداف أهداف دقيقة عربات وتعزيزات للميليشيات ما أدى إلى مصرع الكثير من الميليشيات الحوثية، فيما تفيد أنباء من بعض المصادر في مدينة زبيد أن الميليشيات سحبت قواتها باتجاه يعني لتعزز صفوفها باتجاه كيلو 16. شكرا لك. نعم شكرا لك. من الخوخة مراسلنا ياسين الرضوان. مستمرون معكم وتتابعونا بعد قليل.